وهذا الكتاب استل منه هذا الكتاب الاختلاط للحاجة إليه، وقدم له بمقدمة خاصة الشيخ صالح الفوزان واستله. هذا مجلد اللطيف هو ترى جزء من الموجود في ذاك الكتاب أصلا، واستله منه وأخرجه حتى يمكن توزيعه واقتناؤه والقراءة فيه، وسماها الاختلاط بين الرجال والنساء، مفهومه أنواعه أقسامه وأحكامه وأضراره في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، وأخرجه حتى يكون سهل التداول. وتعرف تجد فترة كثرت فيها الكلام لأجل الحاجة إليها لكثر ما ليكت هذه المسألة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وافي القحطاني رحمة الله عليه. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.